أنا المسؤول عن البيت مش موجود المرأة. الرجل لا يتسلط والمرأة لا تتسلط. نحن متفقين. نحن لكن المرأة جزئيتها يعني بتنظر من نظرة مادية. لا لا لا. لا. مادية. تنظر نظرة مادية. ما خلاص لا. أنا بناتي موجودات. والله ممكن. وأخواتنا موجودات. جدا. أنا ما دا رأيي الشخصي. مقبول. أنا أفتكر ممكن يعقدوا الموضوع الناحية المادية ممكن تعقد كويس. الموضوع. طيب. أنا عندي محدد واحد. أي. الدين والخلق. تمام. لكن أصلاً ما بحجر على بنتك كيف تختار ولا بحجر المرأة في البيت زوجتك ولا الأخريات. أيوة. ما مركزة في الدين والأخلاق دي كثير يعني. لا مركزة. بالتأكيد طبعاً بالتأكيد. طيب أنت ما قلت أنا بهمني. لا. أنا بهمني أنا شخصياً. الدين والخلق. صح. طيب هي ما بهمها. لا بالتأكيد يهمها. يعني لكن يهمها لكن بياتوا درجة من الدرجات. يعني بياتوا ترمومتر ما معروف ما معروف لكن أنا شخصيا دي قناعتي.